اسره بالنزهه. هنتابع النهارده مع حضراتكم تدشين دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم باعمال وزير الصحه، تدشين الحمله القوميه للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال. وبكل تاكيد تفاصيل اكتر هنعرفها مع بعض من خلال التقرير ده، خليكم معانا. مهمة جدا واحنا معنيين بنعملها كل فترة طبقا لمنظمة الصحة العالمية وكل المؤسسات الدولية لحماية الأجيال على مستوى العالم ومصر طبعا من مرض شلل الأطفال، اللي احنا أعلناه كمصر خالية من شلل الأطفال من 2004، ومنظمة الصحة العالمية أيضا أقرت بخلو مصر من 2006 من شلل الأطفال. لكن احنا مش معنى ان احنا يعني اعلنا خليل من شلل الاطفال ان احنا نتوقف عن اعمال التطعيم، لان في اي لحظه ممكن يحصل بؤر نقدر نرصدها من خلال مراكز الرصد بتاعتنا المنتشره على مستوى الجمهوريه. ومن هذا المنطلق النهارده احنا بنطلق الحمله القوميه لشلل الاطفال لحوالي 16.5 مليون طفل من الاطفال المصريين او حتى المقيمين على ارض مصر، ونستطيع ان احنا نعمل هذه الحمله الحقيقه في خلال 3 أو 4 أيام، وعملناها قبل كده. بيشتغل معانا في المنظومه دي 90,000 يعني من قوه وزاره الصحه من الجهات المعنيه، 45,000 فريق عمل، 15,000 من المقيمين والمراقبين على هذه المنظومه، حتى نستطيع ان احنا نضمن فعاليه سواء بقى في المراكز الثابته زي الوحدات الصحيه والمراكز الطبيه ومكاتب الصحه، او حتى في المراكز المتنقله اللي احنا بنقدر نوصل باب لباب ونقدر ان احنا نصل الى الاطفال وذويهم في اماكن سكنهم عشان نطعمهم تطعيم امن جدا سهل جدا، اتمنى الناس كلها تستفاد بيه باذن الله. كويسه للاطفال عشان يطلع جيل محترم وجيل سليم وجيل يخدم البلد وجيل صالح ان شاء الله. فان شاء الله حمله جميله وفعلا هم بصراحه بيقوموا بالواجب. وزاره الصحه مهتميه جدا بالطفل وصحه الطفل، فطبعا اي حاجه بيعلنوا عنها على طول، وبنيجي ونلاقينا دلوقتي كل حاجه متيسره وسهله وما فيش اي مشكله بامر الله الحمد لله. انا طعمت حفيدتي لان دي حفيدتي والحمله كويسه جدا ضد مرض شلل الاطفال. اهم حاجه في صحتهم من هم صغيرين، هم دول اللي هيجيل المستقبل ان شاء الله، فيبقوا بصحه وسلام. دي اهم حاجه، كل ما يعلن عنها الحمله بنزل على طول. وكمان فيه فيتامين اي بيتاخد كل 3 شهور، ده احسن من صحتهم احسن يعني ان شاء الله. طعمتها. لا طبعا هي مهمه جدا طبعا. الحمد لله الطعم بسرعه جدا وكانت الدنيا منظمه جدا. بس الحمله دي يعني دي اهتمام طبعا من الدوله ان هي تخلي بالها من صحه الاطفال في مصر وكده، ومهتمين وفي تنظيم حلو قوي هنا في المركز والناس متعاونه جدا، فانا بشكرهم والحمد لله الطعم على خير. يعني التطعيم ضد شلل الاطفال امن وبالمجان ومن سن يوم لسن 5 سنين في الفتره من يوم 27/3 ل 30/3/2022 ان شاء الله. والحمله القوميه للتطعيم ضد شلل الاطفال لجميع المصريين وغير المصريين وبتتم من خلال فرق ثابته داخل الوحدات الصحيه ومكاتب الصحه وبعض الاماكن المختاره، بالاضافه كمان لفرق متحركه منتشره في كل الشوارع. مصطفى الشيمي على مسؤوليتي.